يشتغل. السلام عليكم، وياكم آدم صاحب مجوهرات آدم والكوخ. اليوم الخميس 29/10/2020، اليوم حنبث لكم بث متكامل بالبراءة اللي انت تعجبكم وتأمرون وتدللون. حنشوفكم مبدئي وتأمرون أمر، نعرفكم علينا احنا. عنوان هو بغداد المنصور تقاطع رواد داخل قيصرية أزياء الكوخ القديم. أجورنا كل المحل 6000 دينار، عيار 21 ذهب مستورد. كل المحل الداخلين شو تريدين تاخذين 6000 دينار. تعرفين تحسبين، ما تعرفين تحسبين، نحسب لك ب 6000 دينار. كل الثقة والأمان احنا ننطيك اياها ونكسبك، اهم شيء عندنا. هاي اولا حنشوفك البتوت مبدئي وتدللون. هاي البتوت مالتنا، شو ما جاي تشوفون اليوم عارضين لكم اياها اللي فوق. هاي البتوت، اوكي، هاي بتوتنا. كل البتوت خليجي، عيار 21. كل ملاوي بتوت موجود، خير من الله بتوت. احنا ما نقدر نعرض لكم قطعة قطعة، لان اكيد حنطول بالبث، بس حنعرض لكم اياها بشكل كميات كبيرة على مود ما نطول وياكم بالبث. يعني احنا اذا نريد نشوفكم البتوت كلها نطول، واذا نريد نشوفكم التخومة كلها كلش هواي نتأخر. لين عرض لكم البتوت، يعني اذا دخلت الادم انت شلون كنتي؟ سمينة ضعيفة تلقين بتوتج، مو الا ماكو كله موجود. راح نشوفكم اياها. ام عبودي وامير راح يشوفونكم قطعة قطعة. يلا شوفونا، ابدي من هنا وحنضمهم. هذه بتوت خليجي، رجعهم 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 بعد رجع رجع. أما تبين هذا بتوت خليجي، قياسات مختلفة. هذه هم ماتين بتوت كويتي، قياسات مختلفة. شيء انطيني الكريشة اللي نمشي عليها، هذه بيها بين وبين كل شيء موجود. ضمن ماشي. هذا بتوت يعني ماكو شكل يشبه شكل، اشكال مختلفة. ضبط. تجيني هنا يا ام ادم، ما حب قلبك واشتهى من البتوت، شو تريدين تدللين. هاي بتوت روح ضمها. يعني جاي نعرض لكم اياها احنا بسرعة على مود ما نطول عليكم، بحيث شنو تقولي لصديقتك لاختك امشي نروح لادم نجيب لنا بتوت ونجي بدون رجعة. شوف هاي البتوت مالتنا، موجود عندنا توصيل لكل محافظات العراق، وين ما كنتي باي مكان توصل لك القطعة لحد باب البيت. تشوفينها وتشوفين ختمها، يلا تنطين فلوسها، يعني كل الثقة والامان من جانبك. شوف هذا سي ان سي قوايش، يعني اذا تريدي ليش سي ان سي تبتنين تقولين اريد سي ان سي اترس اشترس تدللي. هذا هم سي ان سي موجود، خير من الله. اعرف اموري هاك. هاي بتوت سي ان سي، توت نرجس تريدين؟ تعي ام ادم، هذا بتوت النرجس. يعني الزبون يمن يدخل اكو ارتياح، اهم شيء هي حتى اذا عجبتها الزبونه قطعه كل تلقى قطعه ثانيه، فد 20 قطعه تعجبها يلا تاخذ قطعه، هيك احلى، مو بس هاي القطعه عجبتها. شوف هذا البتوت رجع. للعلم هاي البتوت كلها منشوره على الفيسبوك على الانستغرام وعلى السناب قطعه قطعه. هذا ستندر عندنا البيت، بيت برم دسته بتوت برم، كل المحل اجره 6000. هاي دسته بتوت برم موجودة من يمها كل القياسات، أكيد هاي الزبائن تعرفها، هاي ستاندر النسوان أكثرية تلبسها، كل القياسات موجودة من يمها. هذا الستاندر عندنا موجود من يمها كل القياسات وكل الأوزان. هاي البتوت رجع، جيب منها تقرب لي. يلا خلاص شبيك على الأوب نجيب حبيبي، عندنا على الأوب نجيب خسران 2700 دولار شوية ضايج. يلا هذه سين مفردات لا تعرض، هسه انا ما جاي اعرض لكم مفردات، انطونا شيء يكون محترم ومبين واضح.
شوف هذه هذه ملاوي. انزين انزين برهان. طيب هذه ملاوي جاي تشوفونه ملاوي كلها خشن كلها خشن يعني وزن 110 120 130 140 موجود. هذه ملاوي ناعمه ملاوي كل كتة هندي معروف ملاوي ناعم موجود. هذه اساور هذه اساور بيرزات هاي جبتهم منك خاص بس ما شاء الله رادوهم ما ادري وينهم. هاي بعد جايبت لك اياها خاف تقولين ما جبت هنا ادم. هذه بعد هاي كافي رجع. هذا انطيتكم نبذه اوليه بسم الله. يلا خلنا نرجع نشتغل شغل صح. افتح لي افتح حسن عدل الهاتف. ها هسه اوكي يلا يا هلا وكل الهلا بيكم. اليوم شو تريدن اني امشي تدللن وتأمرن امر. انطوني ضباعة خلي اشوفهم كل شيء. طيني الحزام اللي وراي. يلا يا ولدي طول اموري. يلا وزن الثاني. شوف هذا الحزام حزام ذهب يعني هذه يمن تلبسي تعرفين شو تسوين بيه. اذا غثينهم غث قطعة جنن عيار 21. هذا الحزام حزام ذهب تركي هذا عيار 21 اجوره 6000 دينار للغرام الواحد. هسه نشوف لكم ايش قد سعر هذا الحزام. ما راح ننطي سعره لان ما وزنه حسنا. هسه راح نشوف لكم هذا السعر. اليوم الذهب ب 330 اجوره 6000. هذا ايش قد الوزن مالته؟ 107 و600 107 غرامات و600. هذا الحزام الثاني جد سعر مالته 7750. 7 و750 هذا الحزام 7750. جهز لي هذا الكرسي 7750 7750 حزام ذهب. اذا كنت شويه سمينه ما اعتقد يصير لك. هذا ايش قد سعره؟ هذا 113 غرام و570. هذا حزام 113 غرام ايش قد سعره؟ 8 ملايين و175. 8 ملايين و175. عندنا هذا الحزام الثالث. شوف الحزم علقهم مكانهم اموري. 126 غرام. هذا اثقل واحد 126 غرام تقريبا هم كلهم متقاربين بالوزن. حزام هذا 126 ملايين و100. 9 ملايين و100. هذا الحزام 9 و100. حزام قطعه تجنن بس تخيلي نفسك لابستها اوكي بداعه. هذا الكرسي قد وزنه 402 و250. هذا الكرسي كرسي جابر 402 غرام و250 سم. 28 مليون و960 الف. 28 مليون و960 يعني تقريبا 29 مليون. هاي القطعة تقريبا سعرها 29 مليون. قطعة كلش راقية وفخمة يعني جاي تشوفونها أكبر مني. احتمال الصورة ظلمتها عندكم. قطعة كلش راقية وفخمة فتشي جنن ومسبوك من ورا ذهب خالص كله. عندكم عقال؟ عندنا عقال تدللي. انطيني العقال. هذا العقال هذا عقال يلبس الوزن مالته 158 غرام. 158 غرام هذا ينزل منه انا على القصه وهذا على الراس تلبسه وراح من عامري. هذا العقال السعر مالته 11 مليون و315 11 مليون و315. هذا ينزل على الشعر اللي ورا. هذا باللبس يجنن كلش حلو وراقي. شيوخ بس كرسي جابر وين تلبسينه؟ تلبسينه من عندك اعداء تغثينهم. هذا العقال الثاني ما بي وزن على قول حسوني. يلا شوف جد وزنه نفس الوزن نفس الوزن. احنا من اشتغل تقريبا افتح لي هسه شوف لكم العقال الثاني تدللون. هاي وزنهم باي مضبوط 150 غرام و600. ها 151 و600. 151 غرام و600. هذا العقال الثاني 151 غرام و600. هذا ظهر مالته هذا مو وجهه. هذا ينزل على الشعر يعني اكيد انت عرفتي لبسته. هذا ينزل على القصه هذا على الراس هذا على الظهر. جي سعره 10 ملايين و915. 10 و915 10 و915 اعطيكم ايش. هذا 100 و220 سم. 100 و220 سم. هذه قلاده مليار
100 و220 يعني 20 مثقال وزنها 7 ملايين و215 هذه 7 و215 هذه 81 غرام 5 ملايين و800 5 و800 حطوني تخن خفيف عليكم السلام. وين البنات الكيوت اللي يحبن الخفيف؟ خليجة كافي خشن هذا طيب أريد خفيف يلا برهم العامري هذا البيج يلا حبيب قلبي اعطوني تخم من ناكي لا تخم خفيف من ناكي البنتيات هي شيء كل الهلا بيكم وين لميعة كرسي جبل البارحة جي لميعة 300 من سبيتشة شايفة الف خير مبروك بالعافية انفينيتيات عمو يلا جيب هنا هذا تخم خليجي للي يريدون تخم خفيف اي واحد يريد تخم خفيف يجي المجوهرات ادم ما راح يطلع الا راضي هعرض لكم تخومه باجور تجنن بس سوينا مشاركه يلا يلا قبضوها تدللون هذا التخم هذا 28 غرام و900 انا بس اقول الوزن انت خاب اشتغل 28 غرام و900 مليونين و165 هذا التخم متكامل اربع قطع احنا من نقول متكامل اسوار قردان ترشيه محبس هاكا شقد هذا وزنه 23 غرام 240 1,750,000 حلو جاي تسمعون الاسعار 1,750,000 23 غرام و250 هذه القطعة 1,745,000 1,745,000 36 غرام و230 هذا ترشيته واقعة جي السعر 1,715,000 منور انتم الذهب شكرا جزيلا شكرا الله يحفظكم ويستركم ايش قد 36 غرام و500 هذا 36 جاي شوفين الجمال قطعة جنن شكلها كلش واضح سعرها ايش قد 1,665,000 28 غرام و320 جاي شوفون يعني جاي أنا أتصاعد وياكم وأتنازل يعني جاي أنزل لكم شيء ثقيل وأنزل لكم شيء خفيف 1,125,000 ما بي ليبل هذا ما بي ليبل يقول حسوني فما نعرف سعر احنا آسفين 32 غرام و750 32 غرام و750 1,390,000 أصورك هسه؟ بس خرطي شوف هذا الباني كليب هذا أجور قطعي هعرض لكم تخوم أسد الباب قل لي حمزة شوية ثواني دزونا واحد على حمزة هعرض لكم تخم يجنن بأجور بسيطة وهو كله خفيف تخم متكامل تراتش وقردان وسوار اجوره قطعيه 11 غرام و480 جي السعر هذا تخم انفينيتي 900,000 دينار تخم كامل اوكي 11 غرام و170 هذا جي السعر هذا انفينيتي يختلف اوكي جي السعر هذا 875 هذا 875,000 دينار السلام عليكم من الجزائر كل الهلا بالدول الخارجية للأسف نعتذر من يمكم ما عندنا أي توصيل خارجي فقط التوصيل داخل بغداد والعراق فقط وين ما كنت بالعراق توصلش القطعة أي توصيل خارجي ما موجود هذا تخم كلش خفيف وأنيق السعر مالته 865,000 دينار أربع قطع 865,000 دينار هذا تخم واضح بس بدون محبس هذا 1,055,000 هذه القطعة 1,055,000 سعرها شوف هذه الفانكلي الانفينيتي وبيسعفة بالنص 975,000 سعر القطعة هذه كلها 975 هذا 14 هذا جي السعر خالو 1,050,000 جاي شوفين القطعة كلش ضخمة سوار وتراتشي وقردان 1,050,000 14 غرام و5 سنت اي اذربي انفينيتي شكرا شوف هذا التخم جيد هذا 1,050,000 يلا برهم جيب لي شي لا توقفني ابد
جيل هذا مليون وخمسين ألف يلا و600. يلا مشاركة للبث، مشاركة زبونات. يلا جيل هذا سعره، هذا عرضنا نفس الشكل هنا نفس الشكل، هذا بنزل هذا نزله، هذا نزله واحدة. جيل سعره 955 ألف. عندنا هذا حصيرة، هذا 10 أوكي. غرامات 10 غرامات و300 10 و300 هذا 10 و300. يعني هذا قردان وسوار مثقالين يعني حصيرة أجور قطعة هذول ها 800 ألف دينار. هذا 9 غرامات و800. جبنا تخم جيسيكي، يلا لوخ الخال، عرضوا لنا خل خال جيسيكي لو خليجي كيف خلطونا حليجي هذا ها 715 ألف. تراني عطشت، اعطوني مي. عندك خلخال عندي خلاخيل تجنن والله، اكثر من 100-150 خلخال، واحد احلى من واحد. حلقات حباب موجود خير من الله حلقات، بس احنا اذا نعرض كل شيء ما راح نسيطر على البث، احنا ما نريد نطول عليكم ولو النسوان يموتن على الذهب، كيف نطول وياهن؟ نعرض لهم كل شيء وامرا امر. شوف هذا 54 غرام و400. 3 ملايين و915 ألف. هاي القطعه سعرها شوي جاي نصعد لكم احنا، لا تكفف علي. صيني القطعه جسيمه 320. عمود ما يصير اكو ملل عندي. جد هذا 59 غرام و320، يعني تقريبا 12 مثقال. ايه جد هذا سعره 4 ملايين و285. 4 ملايين و285. يلا عيني شنو يبان علينا 3100؟ وين زبونات؟ اريدكم الجروبات تحرق لنا حرق. يلا يا بطلات كل الجروبات، يلا بث ادم كل الجروبات ينشر لنا. هذا جيسيكا 62 غرام. هذا جيسيكا احنا نجيبه نكسبكم بيه يا ابطال. شوف الجمال 62 غرام و590، اجوره 6000 دينار للغرام الواحد فقط. 4 ملايين و570 ألف. الذهب صاعد لو نازل، الذهب صاعد وبعد ما نعتقد ينزل، ها هي استقر. هذا اخر الاخبار الممكنه، يعني بعد حلم ان شاء الله يرجع، بس بعد حلم يرجع ل 220. حنستقر على هاي 320 ولله الحمد. شلون كان قبل المثقال؟ قبل 16-17 سنه كان المثقال ب 100-120، بعدين صار 220، صار صعود كلش كبير ببال الناس، بس بعدين الناس تاقلمت. هسه الناس تاقلمت على 320 وبعد ما اعتقد ينزل، ما اعتقد. اهم شيء تخلون هاي الكلمه وما تعتمدون كلامي، لان هذا سعر عالمي مو احنا نتحكم به. 61 غرام و330. على كيفك ويانا، احنا مو لميعه. شوف هذا جيسيكا 61 غرام و330. جد قيمته 4 ملايين و475. شوف هذا 53 غرام و520 كويتي، 3 ملايين و905. 50 غرام 3 ملايين و670. يعني موجودة الحمد لله وشكر بضاعة متكاملة من كل شيء، من الترشية البرغي للكرسي جابر، كل شيء موجود، الكمال لله، كل شيء موجود، تجين كل شيء موجود، بس أنا ما جاي أسيطر على أموري وأطلع لكم كل شيء، ما جاي أقدر، لأن يعني لازم تنعرض قطعة قطعة، يعني مو مثل تروح لو الملابس يقول تشوف هاي الفان الملابس، أنت شو تشوفين؟ لازم القطعة تشوفيها تلبسيها، وهذا الشيء يرضيني، أنا ما أريد أشتغل قطعة بسرعة، تشوفينها لازم القطعة تقعد أنيقة عليك. وانت حلوه وتلبسينها يا حلوه تأمرين امر. هذه 44 غرام و640. 3 ملايين و350. اي انا بالبصره اذا طلبت قطعه الدفع يكون عند الاستلام، يعني مع التوصيل. معقول انت من البصره ما مشتري من البصره كلها تاخذ؟ وين ما كنت بالعراق، بس انتبه على حكي، وين ما كنت بالعراق توصل لك القطعه لحد باب البيت، تقون الباب عليك، جيت خطوة خطوة فتحين الباب تستلمين القطعة، كل شيء من منطقة أنت، لا ألف ولا عانة ولا درهم، تشوفين القطعة هي تجيك مسلفنة من فوق ما مفتوحة، تشقين الكيس بإيدك تفتحين القطعة، تلقين الوصل بدازين لك إياها احنا مسبقا ومصورك إياها فيديو يمنى يسرى،
كل تفاصيلها مسوينها، تشوفينها تفتحينها هي يلا تنطيني فلوسها. بعد شو تريدون اكثر من هذا الاموال وتدللون؟ يلا نعرض لك خلاخيل، يلا خلخال تدللون. هاي كافة خومة هواي، هذه 55 غرام و600 اخر تخم، هذا 4 ملايين و60 الف. اعطوني ما ادخل خال امور، جهز لي ما ادخل خال ابيض وازرق. شوفوا هذا الخلخال جلوزي 16 غرام و380، هذا الخلخال امور جهز لي 16 و380، هو جهز لي عليهم ابيض وازرق. مليون و230 الف، مليون و230 الف هذا الخلخال ابيض وازرق جهز لي. عافية شيل لي. طيب شوفي هذا الخلخال 11 غرام و530، 11 و530 هذه النقشة مالته 865 الف. طيني هذا خلخال 19 غرام و5 سم 19 يا ولد شنو السالفة، اريد سرعة بالعمل. 19 غرام و5 سم 19 غرام و5 سم، مليون و430 مليون و430. تراك زنجيل موجودة هيك اللي جاي لحد ما اوصل لك البرغي. طول تراك زنجيل بسرعه. يلا ابراهيم العامر ترشي زنجيل 14 غرام و440، هذه القطعه 14 غرام و400 فيها بومه، فيها سبع عيون، فيها سبع عيون. هذا خلخال كارتر جس سعره مليون و85، مليون و85. هذا خلخال انيق خفيف 9 غرامات و290، 9 و290 جيد 700 الف دينار. قالبهم امير، قالبهم بسرعه. أنا أعطيك إياهم أحسن. إيه. هاك حبيبي. وين الرادة التراتشي؟ طويلة، هاي التراتشي طويلة. كل أجور المحل 6000 دينار، جاي تشوفينهم. هاي التراتشي. هاي التراتشي. يعني إحنا ما نريد، أنا ما أحب العرض اللي بكثرة. هاي تراتشي. هاي كلها تراتشي، موجود خير من الله تراتشي. هنا أنا تدخلين انحيرك بالتراتشي، تدللين. عندك تخومه ذهب ابيض؟ لا ما موجود، بس اي تخومه تريدين نسوي لك يا ذهب ابيض، ماكو اي مشكله. تدللين. عندك شالات؟ ادي شالات بكثره. هذا الخلخال 9 غرامات و310 700 الف دينار. هذه 10 غرامات مثقالين عدل تفاصيل كامله 750 الف دينار عراقي. هذا 12 غرام و320 925 925 الف. للعلم هاي صورهم منشوره كلهم على الفيسبوك، يعني مو نفس البتوث او تخومه بعد ما ملحقين صورهم لان البضاعه داخله جديده، بس صورهم كلهم موجوده على الفيس. هذا ايش قد؟ 10 غرامات و200. هذه تفاصيل الخلخال 765 765 ألف دينار. بعد انطينا خلاخل من هنا أموري بسرعة، هواي خلاخل موجودة بس أريد أشكال تختلف. هذا استونا عرضنا مثله، ما نريده، ما حلو. انطينا خلخال، لا تنطيني أشكال متكررة. أريد أشوفني عنقية، يعني تقصدين قردان؟ موجود قردان، تدللي. شو كنت تجيكم بضاعة باكر؟ حتجينا إن شاء الله باكر لو عقبة تجينا بضاعة من تركيا، يعني أي شيء مال أطفال هيك أعتقد تجي بعد أكثر من هذا الشيء. هذا 9 غرامات و2 سنت، هذا الخلخال 9 و2 سنت 675 ألف. بعد شو عندكم إبراهيم العامر؟ كملني. هذا 12 غرام و200، 12 و200 هذا الخلخال 915 915. اعطيني سوارات بالليل، سوارات جبناهم متحركين. اعطيني السوار كافة هذي اساور؟ اي اساور. احنا جايين نوع لكم بالبث على مود ما نصير مزعجين عليكم، ما نريد احتمال اكو زبونه ما تحب التخم، احتمال اكو زبونه ما تحب الخلخال، فاحنا ما نريد نكثر. هذا سوار ابو الليل. الله يبن عمري وين بالك حبيبي؟ اه في ابو ارهام 21 غرام 708 هذا الاسوار 21 و 708. ليش عايفني برهم اذا تعوفني اهل اللي 21 غرام 700 حق توني 21 و 708 جدي سرقيمته. مليون و 635 مليون و 635 الف. ابتوت قياس 72
تدلل كأنك على قياس 72 وكل الأشكال موجودة. شوف هذا، هذا هم ماتين نفس الشيء بس 18 غرام و470 هذه الأسوار 18 و470 مليون 300 مليون 300 لا إبراهيم ما أريد محابس، أريد قطع تك 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 قطع مشيني هاك. شي عجبك مشيناني أنت بكيفك. هذا 22 غرام و 330 هاي القطعة، هذا سوارة بالليرد دبل جيل مليون و 630 مليون و 630 هذه 27 غرام، هذا كله سوارة بالليرد هو يعرض لكم 27 غرام اوكي طينا بالليرد بعد مليون و 970 هذا غرام بس هذا بالليرد تحفة شوفه يجنن، هذا متراصف كلش قطعة كلش حلوة 49 غرام مسبوج سبج قطعة ثقيلة 3,675 شالاتي هاي موجودة شالات كافية إبراهيم العامر هاي البث طول نص ساعة كافي مو احنا متعودين علينا نبث لكم نص ساعة هاي كافي ها ايش عندك لا كافي هاي كافي يلا احنا حنلغي البث كافي لان صار لنا نص ساعة والبث حلو يصير مميز بنص ساعة. شو تريدون؟ شو تريدون افتح لي الكليشة؟ شو تريدون؟ يا فخلت الولد جاي يقولوا عرض النحجول ما دام عرض الخلخال هذا الحجل هذا هماتين حجل تدللوا. شو تريدون تطلبون من مصطفى؟ ابد تدخلون على البيج مباشرة تقول لي يا ابا ارسل لنا البتوت اللي عندك الحلقات اللي عندك شلون ما هسبتم جاي تحجونها بالتعليقات. ما بيها اي مجامله كلش طبيعي ما تشترين كلش طبيعي لا تستحين ولا تخجلين ادخلي احنا ردك تدخلين احنا يزيدنا شرف تدخلين علينا وتتابعينا نكيف بيكم مو تظلين منحرجه وعليكم السلام مو تظلين منحرجه ما تدخلين لا لا تنحرجين ادخلي قولي شوفني الحلقات شوفني الدخومه شوفني التراتشي احنا ما نريدك بس نريد نرضيك اهم شيء نرضيك ونرضي زبوننا هدفنا هو كسبكم اكثر شيء هو هدفنا كسبكم وتأمرون وتدللون ودوخناكم باي باي.